نستهل جولتنا عبر الصحف الصادرة اليوم الجمعة ببلدان أمريكا الجنوبية بباخينا دوسي التي كتبت أن الأرجنتين عازمة على تعميق المفاوضات مع الدائنين لإعادة جدولة ديون تقدر بأزيد من 66 مليار دولار، وذلك بعد رفض مجموعتي دائنين لاقتراح تقدمت به الحكومة الأرجنتينية بهذا الشأن. وفي البرازيل أفادت كوريو برازيلينسي بأن وزير العدل سيرجيو مورو أبلغ الرئيس جايير بولسونارو بأنه سيغادر الحكومة في حال إقالة مدير الشرطة الفيدرالية، وأضافت أن الرئيس كلف بعض الوزراء بإقناع وزير العدل بالاستمرار في منصبه. أما يومية لا ريبوبليكا فكتبت أن الرئيس البيروفي مارتين فيسكار أعلن عن تمديد فترة الحظر الصحي حتى 10 مايو المقبل، مشيرة إلى أن الأخير أكد أن القرار تم اتخاذه بمسؤولية وبعد الاطلاع على تقارير وتوصيات خبراء في مجالات مختلفة. وإلى يومية الميركوريو الشيلية التي أفادت بتوقيف أزيد من 500 شخص لخرقهم حظر التجول المفروض لوقف انتشار فيروس كورونا. وننهي جولتنا من كولومبيا حيث سلطت التيمبو الضوء على مقتل زعيم اجتماعي بجهة كاوكا بجنوب البلاد، وذكرت أن 82 من القادة الاجتماعيين والمدافعين عن حقوق الإنسان قتلوا منذ بداية السنة الجارية.